حادثة انتحار تهز المدينة. ما الأسباب التي دفعت الضحية للانتحار؟ وهل كان هناك أحد خلف تلك الجريمة البشعة؟ تابعونا في حلقة اليوم لحل تلك الألغاز. فلنفتتح مسرح الجريمة. إذا ماذا لدينا هنا اليوم حضرة المفتش؟ لقد وجدناه منتحرا هكذا صباحا. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا فهي على الأغلب حادثة انتحار. ما شاء الله، نبيه جدا أيها المحقق. شكرا لك. يا إلهي، يشبه جثة أعرفها، ولكن كيف انتحر؟ هل قفز من الأبراج السادس؟ أم أخذ حبوب الدواء ومات مسموما؟ ها؟ ما هذا؟ كولن! سوف أقتلك قتلة لسامو، تعال هنا! حاضر يا راد، فكر كولن اليوم! فلتهدأ يا ولد! حاضر. إذن سيد ميغوري، من الذي اكتشف هذا المسكين؟ كان هناك ثلاثة شهود وعيان. وأين هم الآن؟ في الغرفة المجاورة، نفس الفيديو المطبوع، تفضلوا! ذكي! الله يرحمك يا نغتومو، والله بك الزلمة محترم يا خالتي تزعلي، الله يرحمك يا نغتومو. أولاد ثلاثة هم شهود العيان. يا سيد تورو، وهل أن أعرف ما صلة كل واحد منكم بالمرحوم؟ وما الذي كنتم تفعلونه وقت وقوع الحادث؟ جابوه! اخرس يا كولن. يلا! يا حبيبي. أنا بابا نويل، أتيت لأعطيه الهدايا. ريح فيه اللعبة معي. وأنت يا محترم؟ هذا صديقكم، لقد جئت لأدرسهم، فوجدتهم أيضا. لا تحزن، لا تحزن. ماذا عنك يا حجة؟ أنا جريت بابناتي، لقد سمعت صوت الصياح والنهاقي، فجئت وأنا من اتصلت بالشرطة، بالسيد المفتش. ينحن صحيح تبولي؟ إذا كما توقعنا سيد ميغوري إنها حالة انتحار، فلنجمع الفريق الطبي ليخرج الجثة من هنا والزغال. فوراً يا سيد توكو. لحظة سيد مفتش، تذكرت شيئاً ما؟ لقد وصله تهديدات البارحة. البارحة؟ نعم. لا أحد يغادر هذه الغرفة، فهذه جريمة قتل. ها؟ ها؟ جريمة قتل؟ إذن أنت هو القاتل يا سانتا. أنا لست القاتل، أنا بابا نويل. وما الدليل أنك بابا نويل؟ ما الدليل؟ هذا هو الدليل، صورتي مع ابنتي نويل. والله نويل. شوف صورته مع أخوك نويل. ليس هو القاتل يا سيد توكو، بل صديقه هو القاتل. صدقونا أن لم أقتله. كذاب مغرور. هل مش بيحبنا؟ بلف بدور ولوع البنا. والله لم ألوى قلب أحد قط. يا جماعة أنه القاتل يا جماعة. لا، ليس هو القاتل، بل الخالة أم ناجي القاتلة. أنا؟ اكشنك ولكن أنا بأزنا مليئة، أنا راجع من العمرة، أنا مرة بس هما بسلي، راجع من العمرة من يومين. لا يوجد أدلة. لا يومين يا جماعة، بس بما أنه فيش دلائل وما علي شيء، يدوب ألحق الطنجرة على النار، تنحرق الطبخة. يلا بدي أستأذن أنا. يجب أن أجد طرف الخيط. ها؟ ها هو، وجدتها. سيد توكو! خيرها يا ولد! طب أين هو؟ يا سادة، لقد رفعت الستارة عن هذه المسرحية، ويوجد لدينا قاتل هنا. من هو يا سيد توكو؟ القاتل هو أنت. ران؟ ماذا؟ أنا لم أقتل أحد. إيه لا لا، مش ران. أنت يا ناجي. أنا؟ وما الدليل؟ أنا لم أفعل شيء يا جماعة. الدليل يا إبناتي أن الطنجرة على النار، ولا يوجد دخان من غير نار. لقد سمعت أنك محقق شاطر، لكن لم أتوقع أن تكشفني. أنا هي القاتلة. لقد أهدت شنتي عبير الشرشف لأخوها الصغير، وأنا طلبت الشرشف أكثر من مرة بالمليح وما رضي يعطوني إياه، فذهبت لأسترد شرشفي فرفض أن يعطيني إياه، فأخذته بالخاوة
لما يلعن ابو الشراشف ابو الجنايه بدي الشرشف بزاد وشرشف السعوديه. قال اللي قتلت اخوها انا اللي قتلته يا يبا، انا بدي الشرشفي وبدي اقتل كل واحد اخذ من عندي كاسه او فاسه وشرشف. مكانك وراء القضبان ايتها المجرم. الله يلعن ابو الشناين بس ابو الشراشف. ادخلي. ابي اتفقتوا ان اخرجوا مع سينش الليله. لا لا مش عنو سينش اللي تخرج معي يا عم توكو، بعدين معك يا زلمه. ما بك خطيبها، خطيبها يا ولد. تعالوا كيف تحلوا القضايا اول. لا لا جيب شرفك من الشارع بالسيف. الماني الماني والفرنسي مش ياباني والهندي مش طلياني، اقوم تقعد مكاني لا تقول لي كاني ولا ماني احضر ابو النباني.